تستر عليه المدير التحرش الجنسي بأستاذات، يغرط مسؤولا بالمدرسة العليا للتكنولوجيا. ربما صدق صاحب مقولة إن المصائب لا تأتي فرادى. هذه المقولة نجدها اليوم تنطبق على الفضائح الجنسية المتتالية التي هزت عددا من الجامعات كما الرأي العام، فلا نكاد نطوي صفحة فضيحة جنسية حتى يقودنا فضولنا المهني إلى خيوط فضيحة أخرى. فبعد فضيحة الجنس مقابل النقاط بكلية ستات وفضيحة التحرش الجنسي التي تورط فيها أستاذ من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة وغيرها، نجد أنفسنا أمام فضيحة أخرى يتورط فيها الرئيس السابق لشعبة تقنية التدبير بالمدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. تحرش وعنف ومحاولة اغتصاب أستاذات. بدأ هذا المسلسل منذ عهد رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حالياً، حيث وجه عدد كبير من أساتذة المدرسة العليا للتكنولوجيا شكايات متعاقبة لمدير المدرسة العليا للتكنولوجيا والرئيسة حينها. تلتها مذكرة تذكير حول مآل آخر شكاية في سنة 2020. ولعل المثير في هذه القصة هو تستر مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا عن فضائح رئيس شعبة تقنية التدبير حينها، رغم توصله بحوالي 100 شكاية من الأساتذة المعنيين بالأمر تفيد التعرض للابتزاز والتحرش الجنسي والعنف اللفظي واستعمال السلطة، وصلت إلى حد التهديد بطرد أساتذة رفضنا الخضوع له. شهادات أستاذات اطلعت عليها جريدتنا صادمة تعترفن فيها بتعرضهن للتحرش من طرف الرئيس السابق لشعبة تقنيات التدبير بالمدرسة العليا للتكنولوجيا، من ضمنهم شهادة لأستاذة حاول هذا الأخير اغتصابها بعد مشاركته في مؤتمر عالمي في تونس، حيث اتصل بها المسؤول لتمر عليه في غرفته لأخذ هدية قدمتها الجامعة التونسية لكل المشاركين، لتتفاجأ بركنها إلى الحائط ومحاولة تقبيلها والاعتداء عليها بالعنف. كما قدم عدد من الأساتذة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا شكايات ضد الرئيس السابق لشعبة تقنية التدبير، آخرها كانت في 30 دجنبر 2019، تفيد استغلاله لمسؤوليته في المدرسة العليا المذكورة ليمارس شتى أنواع الاستفزاز وإصراره على تهميش الأساتذة حسب شكايات تتوفر عليها الجريدة، إذ وصل به الأمر إلى حد ترهيبهم، خاصة الأستاذات اللواتي استعملن في حقهن كافة أنواع العنف النفسي من خلال اعتداءاته اللفظية وتهديداته بتوجيهه لهن عبارات السب والقذف والتشهير في حقهن. وقام الأستاذ ورئيس شعبة تقنية التدبير حسب الشكايات ذاتها بتهديد أستاذة بالفصل والعزل ومحاولة الضغط عليها وتهديدها بأن مستقبلها بيده، فضلا عن تحريض باقي الأساتذة على مقاطعتها، بل بلغ به الأمر إلى حد وصفها بأنها دون خلق وأنها امرأة عقيم، كما مارس السب بأقدح العبارات والإهانة في حق أستاذات أخريات وإلغاء حصص درس تشرف عليها بعض الأساتذات بشكل تعسفي. مصادر الموقع: من محيط الأستاذات اللواتي تعرضن للتحرش والاستفزاز من قبل المشتكى به عبروا عن استغرابهم جراء تستر مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا على التحرش والعنف الذي مارسه الأستاذ ورئيس شعبة تقنية التدبير سابقا، رغم توصله بحوالي 100 شكاية في الموضوع. كما أعربت المصادر ذاتها عن استغرابها وتساؤلها عن سكوت لجنة التفتيش التابعة لوزارة التعليم وطيها للملف في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي، رغم استماعها لضحايا الأستاذ. كما طالبت هذه الفئات بأنه حان الوقت لتخليص المدرسة العليا للتكنولوجيا من مثل هذه الممارسات،
وفتح أبحاث أمنية وقضائية في مواد ذات صلة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.